اليوم أعطيت الانطلاقة للدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي يستقبل اليونسكو كضيف شرف. تم افتتاح فعاليات هذه الدورة من طرف السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة والسيد رئيس جهة سلا القنيطرة وكذلك السيدة عمدة مدينة الرباط. معرض هذه السنة يتميز بالجديد سواء من حيث دور النشر المشاركة هذه السنة، تصل عدد دور النشر إلى 290 دار نشر، منها 40 دار نشر تشارك لأول مرة بالمعرض، وتشكل فيها عدد الإصدارات الجديدة 56%، يعني سيكون لزوار المعرض موعد مع جديد الإصدارات. كذلك هذه الدورة تتميز كما سبق وقلت باستضافة اليونسكو كضيف شرف، وهي سابقة لأن أول مرة هذه المنظمة الدولية العتيدة تحل دور ضيف شرف على معرض للكتاب. كذلك من جديد هذه الدورة هناك كذلك البرمجة الثقافية الهامة التي ستوازي كذلك العرض الوثائقي. هناك أكثر من 250 ندوة مبرمجة التي سيشارك فيها أزيد من 750 متدخل. هناك كذلك فضاءين مخصصين للأطفال، الأول فضاء للصغار فيه العديد من الورشات، 100 ورشة في اليوم يؤطرها العديد من المختصين، وكذلك هناك فضاء مبدعي القصص المصورة مارفل الذين أتوا ليتقاسموا تجربتهم في إبداع القصص المصورة. كذلك المعرض هذه السنة عرف إدخال العديد من التحسينات سواء من الناحية السينوغرافية الجمالية، الخدمات المقدمة للزوار حتى تكون تجربة زيارة المعرض تجربة جيدة وممتعة وكذلك شيقة. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.